كما عودتكم شركة بروج العقارية بعروضاتها الفخمة والراقية اليوم متواجدين احنا في منطقة اكشبات درجة المنطقة اللي انا موجود فيها منطقة فلل منطقة راقية المجمع فيه 22 فلة راقية والفلة هذه اللي بنصورها احلى فلة واحلى زاوية واجمل اطلالة تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الفلة واطلالاتها الخيالية على ارض الواقع تفضلوا متوجهين إلى الفلة الممر المؤدي إلى من هنا واللي شايفينه أمامكم هذه هي الفلة اللي معروضة للبيع بالإضافة إلى عندنا كراجين للسيارات تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الفلة من الداخل وصلنا يا جماعة الخير مدخل الفلة زي ما شايفين أنا موجود بجوار مدخل الفلة عندنا هنا الدرج اللي يطلعنا للدور اللي فوق مقابلنا على طول عندنا تواليب خاصة بالأحذية والعبايات شيء جميل وفاخر وعندنا أيضا المغسلة الجميلة راقية ما شاء الله والحمام اللي يخدم الدور هذا حمام بنظام عربي، نطلع إلى الصالة، تعالوا تفضلوا معنا نشوف إيش موجود عندنا في الصالة. حاليًا أنا متواجد في الصالة، مساحة الصالة تقريبًا 50 متر مربع. موجود عندنا حاطين هنا طقم كلب بالإضافة إلى الديكور الجميل اللي هو حجر طبيعي. وعندنا تلفزيون مساحته كبيره وحلوه وما ننسى ايضا انه كم واجهه عندنا اثنين أربعة تقريبا أربعة واجهات واجهتين على الجه... الجهتين وعندنا واجهة أمامية على البحر وعندنا طقم كنب آخر في الطرف الثاني وأيضا اللي هو مشب النار الشومني وطقم السفرة حاطينه هنا كمان يسع تقريبا إلى عشر أشخاص أو ثمانية أشخاص شيء راقي ما شاء الله تبارك الله المدخل هذا اللي طلعنا أو المخرج اللي طلعنا للحديقة الخارجية طلعنا الحديقة الخارجية يا جماعة الخير الحديقة الخارجية مساحتها تقريبا نقدر نقول مساحة البناء كاملة 450 ومساحة البناء 320 الحديقة زارعينها ما شاء الله بنجيلة مرتبة وأشجار حلوة ونباتات وعندنا شجر هنا وجلسات حلوة في جلسة أرضية وعندنا أيضا أشجار عشان يحجز بين الفلة هذه والفلة الثانية والحاجة المميزة أيضا المرجحة المرجعة هذه الواحد يستمتع فيها ويقلب على الجهة الثانية والإطلالة الرائعة وما ننسى انه يوم نجي على الطرف الثاني للحديقه في مخرج اخر ليش؟ للحديقه الخارجيه من جهه المطبخ زي ما انتم شايفين، يعني داير مدار الفله حديقه، المساحه الاكبر للحديقه من الطرف هذا اللي هو الاماميه. تعالوا نكمل تفاصيل الفله من جهه المطبخ. نجي هنا زي ما قلت لكم الساحة الجانبية للفلة بالإضافة إلى أن المدخل من المطبخ أو المخرج من المطبخ من الطرف هذا حاليا أنا متواجد في المطبخ دواليب راكبة أجهزة كهربائية الثلاجة عندنا طاولة سفرة نوعية المواد المستخدمة أو الإكساء فاخر ممتاز خصوصا يوم يكون الإكساء للفلة مساحة المطبخ مساحة مناسبة وكبيرة يعني للدور هذا نكمل مع بعض تفاصيل الفلة تفضلوا زي ما قلت لكم انه في الدور هذا ايش اللي موجود صالة ومطبخ ودورة مياه ومخرج للحديقة الخارجية نطلع الدور الثاني نشوف ايش موجود تحت الدرج عندنا ايضا عندنا المخزن وعندنا الدواليب اللي موج... مستخدمينها ومستفيدين من المساحات، مستفيدين من المساحات وحاطين فيها دواليب عشان استخدامات اخرى، تفضلوا. وصلنا الدور الثاني في الدور هذا ايش موجود؟ عندنا ثلاث غرف مع دورة المياه. نجي هنا على غرفة النوم الرئيسية يميننا. أول ما ندخل في وجهنا نشوف الدريسنج روم اللي هو غرفة تغيير الملابس. ويمينها على طول عندنا الحمام الرئيسي تبع غرفة الماستر ونشوف غرفة النوم الماستر المساحة وش اللي موجود فيه مساحة غرفة الماستر اللي هو غرفة النوم الرئيسية مساحتها حلوة انه حاطين فيها هنا سرير بالاضافة الى الاطلالة الرائعة الجميلة من غرفة النوم الرئيسية اطلاله خياليه على البحر شيء رائع وخيالي وعند الاطلاله الجانبيه من هنا على الطبيعه وعلى المدينه ايضا نطلع من غرفه النوم الرئيسيه نشوف الغرفه اللي بجنبها بجوار غرفه النوم الرئيسيه عندنا الغرفه الثانيه الغرفة الثانية هنا نقدر نستخدمها كغرفة نوم للأولاد وهم هنا مستخدمينها كقعدة ولها تراس جميل أو بلكونة حلوة جميلة البلكونة هذه إطلالتها خيالية شوف الإطلالة ما شاء الله تبارك الله إطلالة ولا أروع على البحر يعني نقدر نقول تجنن اطلاله تجنن نكمل مع بعض تفضلوا زي ما قلت لكم في الدور هذا موجود ثلاث غرف بالاضافه الى دوره المياه حاليا احنا في الغرفه الثانيه نشوف الغرفه الثالثه عندنا هنا يسارنا دوره المياه اللي يخدم الدور هذا دورة مياه كبيرة وانتم بكرامة فيها مروش وكلوزت ومغسلة دورة مياه فخمة وراقية جدا نتوجه إلى الغرفة الثالثة الغرفة الثالثة هذه مستخدمينها كغرفة أولاد يعني حاطين هنا كغرفة بنت الألوان اللي مستخدمين فيها شيء راقي للبنات ما شاء الله تبارك الله دولاب صغير حلو آه سرير بالإضافة إلى الكومودينا والإطلالة الخيالية من هذه الغرفة على البحر أيضاً نطلع من الغرفة هذه نشوف إيش موجود ثاني زي ما قلت لكم في الدور هذا ثلاثة غرف بالإضافة إلى دورة المياه اللي موجودة وعندنا المنطقة هذه نقدر نستغلها نحط أي شيء نقدر نستغل... نحط ديكورات أي حاجة نقدر نستغلها نطلع الدور الثالث نشوف إيش موجود في الدور الثالث وصلنا الدور الثالث في الدور هذا ايش موجود موجود عندنا دورة مياه انتم كرامة يخدم الدور هذا بالإضافة إلى هذه الغرفة هم مستخدمين الغرفة هذه غرفة أولاد اللي هو غرفة يعني فردية حاطين فيها سرير ودولاب ومكتبة يعني مستغلينها وحاطين أنها غرفة أولاد ولها بلكونة مميزة نطلع نشوف إطلالة البلكونة شوف الإطلالة الخيالية على البحر وعلى المدينه واطلاله الطبيعه يعني شيء خيالي ما شاء الله تبارك الله نهايه الفيديو ارجو ان يكون المحتوى عجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر التنبيهات الاسعار والتفاصيل موجود في صندوق الوصف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دقيقه في نحله في نحله هنا ابو شكلك